صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديو كان معنون على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا كلها فوسفور في فوسفور، عاملين اسماك حلوه قوي، عاملين سمك التوفير اللي هو من 6 سمكات مثلا او من 3 سمكات ممكن توكلي 6 افراد، ولو من 6 سمكات ممكن توكلي 12 فرد. سمك التوفير عملناه قبل كده من فتره كبيره وناس كتير طلبته مني، وهعمله لكم تاني النهارده ويطلع مقرمش واصفر وذهبي وفي منتهى الجمال. هنعمل النهارده كمان رز بالجمبري، وهوريكم ازاي ان احنا ناخد نطلع بودره الجمبري. ايه بودره الجمبري دي؟ دي ده قشر الجمبري غسلناه كويس جدا وصفيناه وحطينا عليه ليمون، ورحت حطاه في صاج وحطاه في الفرن كده علشان يتحمص او يقرمش يبقى ناشف بالمنظر ده. هعمل بيه ايه؟ هاخده، انا قفلت الفرن عليه خلاص بس سايباه جوه عشان يفضل دافي، وهاخده بعد كده احطه في المطحنه بتاعه التوابل. يبقى بودر. البودر ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في حاجتين. هعمل منه الملوخيه، هعمل منه النهارده ان شاء الله ملوخيه بالجمبري عشان التطعيمه بتاعتها تبقى روعه روعه روعه. وهنعمل كمان منه الطشه نفسها هنحطها فيه، وممكن كمان لو انت مش عامله مش هناخد شوربه الجمبري نسقي بيها الرز، بتاخدي معلقه من بودره الجمبري دي بتحطيها مع المرقه بتاعه الرز. النهارده كمان واخده حبه من قشر الجمبري هعملهم مرقه عشان اخد منهم اسقي الرز. عندي كمان النهارده سمك بربوني مع البولتي، حلقه كده طعمه طعامه بشكل لا يصدقه عقل. طيب هنبدا بايه؟ صباح الفل يا جيمي، صباح الفل يا شباب، يومكم حلو ان شاء الله باذن الله. عايزه افكر حبايبنا الاول ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي مباراة على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. طيب هنبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا رز، عندنا قشر جمبري، عندي حلتين سخنين على النار، واحده هعمل فيها مرقه الجمبري وهاخدها من القشر علشان لما اجي اسقي بيها الرز تبقى التطعيمه بتاعته يا روحي عليه. طيب عندي حله اهي، وكل اللي انا محتاجاه ان انا اروح منزله فيها حبه زيت وانزل قشر الجمبري يتشوح ويتغير اللون بتاعه، ومجرد ما يتغير اللون بتاعه ابدا بقى اشوف هعمل فيه ايه علشان يدينا التطعيمه كده في منتهى الجمال مع حبه الرز الجمال بتوعنا، وهيطلع تمام وزي الفل. المرقه انا مش محتاجه لها يا رغده غير قشر الجمبري وملح وكمون وكزبره وشويه ثوم وشويه فلفل ومعلقه صلصه، لكن الفلفل الالوان والبصل ده هعمل بيه الرز، هعمل بيه الرز. طيب انا عندي هنا حبه زيت، هنزل بقشر الجمبري اللي مغسول اهو ومتصفي ومعصور عليه ليمونتين كبار. بسم الله. مجرد ما يطول النار ويتغير اللون بتاعه انا كده تمام وزي الفل. الريحه بتاعته تحفه وهايله. هنزل عليه بمعلقه من الثوم وحبه من الفلفل الحامي عشان البواقي التانيه ديت هاخدها معايا، وحبه من الكزبره وشويه من الكمون وبس، لكن الفلفل الالوان، وهناخد معلقه صلصه عشان يدينا مرقه حمراء بالشكل ده كده. هشوح ده كله مع بعضه وهحط له حبه ملح، وهبدا ان انا اقلبه واشوحه شويه، واكون محضره ميه سخنه وانزلها عليه علشان يبقى كده عندي احلى مرقه اعملها اعمل بيها الرز، واحلى مرقه اخدها اعمل بيها شوربه. لو عايزه تعملي شوربه سفود هتسقي بيها الرز دلوقتي، عايزه تاخديها مجات كده متصفيه وتشربيها هتطلع معاكي في منتهى الجمال. كده اللون بتاع القشر اتغير معانا خالص اهو، عندي الميه السخنه. بسم الله، واعمل كده بقى كده عندي مرقه للجمبري الله اكبر عليها. هسيبه بقى يغلي، هو طبعا ولا هيستوي ولا حاجه، بس انا عايزاه يغلي علشان كل المكونات بتاعتنا تدخل مع بعضها وتاخد من بعضها التطعيمه كده علشان ابدا اوظفها، ابدا اوظفها. لما اوظفها بقى وظفيها زي ما انت عايزه. عايزه تسقي بيها الرز، انا هزودها ميه كمان، تسقي بيها الرز تاخديها كده شوربه وتحطيها في مجات وتحطيها على الاكل، بتبقى في منتهى الجمال. املوا الاوضه شوربه على حبه القشر الجمبري، املوا الاوضه شوربه ووظفوها، لان انا هاخد منها كمان اعمل ملوخيه. انا هعمل ملوخيه بالجمبري بنفس المرقه اللي طلعت من قشر الجمبري دي. طيب ناقص ايه؟ حطيت لها كمون وحطيت لها كزبره، وادي الملح
بالشكل ده كده، وحطيت لها فلفل حامي، وحطيت لها معلقه صلصه وكده تمام وزي الفل. ندوق الحياء بتاعها ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. دلع، حط لها حبه ملح كمان. لا ما بتحطلهاش فلفل اسود، اي حاجه للسمك ما بتحطلهاش فلفل اسود. الاساس للسمك كمون بالشكل ده كده، واسيبها بقى تستوي معانا. طيب على ما تبدا ان هي تغلي معانا هبدا ان انا اشوح الجمبري. الجمبري ده اللي متقشر ده هيتعمل على مرحله، يعني هقسمه على اتنين، جزء هاخده للملوخيه وجزء هاخده ازين بيه الرز بالجمبري. طب ليه يا نونا مش هتحطي الجمبري جوه الرز؟ بصراحه يعني كده، وخدوها نصيحه من اختكم، انا ما بحبش حته ان الجمبري يبقى لافف في الرز، بنقعد ندور عليه. طب وليه؟ طب ما انا هسيبه بره بتتبيله حلوه وتطعيمه جميله كده، واعمل الرز بتطعيمه حلوه برده وجميله، وابدا ان انا احط الرز في قوالب، او اما اجي اقدمه اروح حاطه الجمبري على الوش بدل ما هو يتوه جواه ويبقى ان هو مستوي زياده. يعني ايه مستوي زياده؟ يعني الجمبري لما بيتعمل جوه الرز بيستوي زياده، تحس ان هو بيشد معاكي، عامل زي الكاوتش. الجمبري ما بياخدش اصلا اكتر من 5 دقائق 7 دقائق على النار علشان تلاقيه ان هو جوسي كده وبياخد ويدي معاكي. طيب هنبدا الاول اعمل الرز وبعد كده اشوف هعمل ايه في الجمبري. حطيت هنا حبه من الزيت، ونفس النظام اللي انا حطيته مع شوربه الجمبري هحطه للرز، اللي هو ايه؟ عندي بصل وعندي فلفل الوان وعندي توم. انا عايزه انزل التوم الاول عشان اخد الروايح الحلوه. وطبعا اي حاجه للسمك ما بتتعملش ولا بسمنه ولا سمنه ولا زبده، بتتعمل بزيت. نزلنا التومه كده، تبدا ان هي تطلع الروايح الحلوه. اروح طشها بحبه كزبره، كل ده انا بطلع نكهات وبطلع روايح حلوه علشان تعزز لي الوصفه اللي انا بعملها. انزل عليه بفلفل، انزل عليه بحبه كمون، كل ده كده انا بحضر للرز. انزل عليه بصلصه الطماطم علشان تتشوح تشويحه حلوه مع التومه، قبل ما انزل البصل والفلفل الالوان. التشويحه اللي تتشوحها معلقه الصلصه دي بتديني تطعيمه حلوه قوي وتستعيل. ما شاء الله اللهم بارك، الروايح تجنن. مجرد ما اتشوحت كده بقى ابدا انزل بالبصل والفلفل الالوان مع بعض. هتاكلي حبه رز الله اكبر عليه. ولو عملتيهم بالشكل ده وسقيتيهم بمرقه الجمبري تمام، لو عملتيهم بالشكل ده ومش هتعملي اصلا جمبري وما عندكيش مرقه جمبري يبقى تمام. بس يفضل، وهقول لك على حاجه تعمليها دلوقتي، لما تكوني عامله عزومه عندك وجايبه فيها جمبري، ربنا يا رب يرزقك الخير كله، استفيدي باكبر قدر من الجمبري اللي عندك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قلت لك القشر ما ترميهوش، ولو هتخلي الراجل السماك هو اللي ينظف الجمبري عنده او يقشره، قولي له شيل القشر على جنب. بتاخديه بتغسليه كويس، بتبداي تحطيه في مصفى وتحطي عليه عصرتين ليمون. بتبداي بعد كده بتروحي محمصاه زي ما انا ما قلت بالشكل ده كده، تعالوا نطلعه واوريه لكم. بتحمصيه بالشكل ده، ويا تعمليه بودر علشان تعملي بيه الملوخيه وتعملي بيه الرز، يا اما تشيليه وهو متحمص كده في كيس. تشيليه متحمص كده، بصوا ناشف ازاي، تشيليه متحمص كده في كيس او في علبه. لو حضرتك مش عايزه تعمليه بودر، او اقسميه، خدي منه جزء اعمليه بودر والجزء التاني شيليه سليم. ليه اشيله سليم؟ علشان لما حضرتك تيجي تعملي اكله سمك وعايزه تعملي لها رز، وعايزه مثلا تعملي لها مرقه وتسقي بيها الرز، او مرقه وتحطيها في كوبايات والكلام ده كله، وانت مش عامله اصلا جمبري في العزومه او في اليوم دوت مش عامله جمبري وعامله انواع سمك كتير، تحسي ان في تطعيمه حلوه قوي للرز. يبقى حضرتك ساقيه الرز بمرقه الجمبري وانت اصلا ما عندكيش جمبري، مطلعه شوربه للجمبري وانت ما عندكيش جمبري، بيبقى بايه؟ بيبقى بسبب القشر اللي احنا محمصينه وشايلينه. حطيت الفلفل الالوان مع البصل، هاخد الرز بتاعنا كده وهبدا ان انا انزل عليه على الجمال ده كله، واقلبه واحط له الملح بتاعه. لا يا نونا مش هنحط له ملح. ليه مش هنحط له ملح؟ علشان المرقه اللي احنا اصلا هنسقي بيها الرز اللي هي مرقه الجمبري مملحه، فانا مش محتاجه احط ملح. امال هحط ايه؟ هحط حبه كمون زياده بالشكل ده كده، وهيطلع معانا حبه رز بمرقه الجمبري اوعى حاجه كده، الله اكبر اللهم بارك.
شوحناه شويه كده مع بعضه، والمرقه عندنا بدات ان هي خلاص هتقوم تغلي اهي، علشان نبدا ان احنا نسقي بيها الرز بتاعنا، وناخد منها مرقه للملوخيه، وناخد منها مرقه تتشرب معانا كده لوحدها. طيب ده يتشوح على ما دي ما تغلي، وتعالوا دلوقتي نعمل الجمبري. عندي طاسه على النار، وهحط في الطاسه دي حبه من الزيت، بس مش كتير، حبه كده، والطاسه عندي سخنه، وعندي الجمبري، وعندي ثوم، وعندي كمون، وعندي جزر مبشور. الجزر المبشور ده عشان يديني شكل حلو قوي، وتطعيمه حلو قوي مع الرز اللي احنا هناكله، وتطعيمه حلو قوي مع الملوخيه. طيب هينفع ان انا اضيف حاجات تانية؟ ممكن نضيف حبه فلفل، ممكن نضيف مثلا شويه بابريكا، ممكن نضيف عصره ليمون، كل دوت اضافات ممكن ان احنا نعملها مع الجمبري اللي هنشوحه بره. بس الرز الله هو اكبر، ريحته ما شاء الله عليها. يلا بينا، الطاسه عندنا سخنه، وهبدا ان انا اول حاجه هنزل بالجمبري. بسم الله. ما بياخدش وقت في التسويه، ويا دوب ان هو يغير لونه نبدا ان احنا نحط عليه بقى المكونات. نعم يا جيم، عم سما عينيا الاثنين. حاضر، تعالوا نطلع فاصل. وهنعمل ايه في الفاصل؟ انا شوحت الرز اهو، والشوربه عندنا بدات تغلي. دول 5 كوبايات من الرز مش مغسول. طب لو هنغسله يا نونا، لو جايبينه مثلا من عند العطار، مش جايبينه اكياس مقفوله، لو هنغسله بنشطفه ونروح مصفيين في ساعتها، نشطف ونصفي في ساعتها كده. المرقه خلاص هشيلها من على النار، وهعمل كده، ونجيب مصفه وبوله. طيب ماشي، هعمل كده. هنطلع فاصل، الجمبري عندنا يبدا ياخد اللون بتاعه. هنرجع فاصل، هطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ انا همسك مصفه احطها على البوله، وهبدا ان انا اصفي الشوربه دي خالص. ولو عايزه بصوا بقى انا لحد ايه، بعد ما اصفي الشوربه القشر بتاعها هرميه؟ لا، ايه ده بعد ما خدت الشوربه يا نونا والقشر خلاص كده اتبل والكلام ده كله، ايه المشكله؟ بعد ما ناخد الشوربه منه هبدا ان انا اسيبه في المصفه شويه ينشف او يتصفى خالص، اروح حاطاه في صاج وحاطاه في الفرن واعمله بودر، والبودر دي هنستخدمها في الملوخيه ونستخدمها في الرز بعد كده. يبقى مفيش حاجه اسمها ان انا هرمي حاجه من اكله السمك بتاعتي. يلا بينا نطلع فاصل يا جيمي، ونرجع من فاصل نكمل حلقتنا. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. وزي ما حضراتكم شايفين كده الحلقه بتاعتنا منوره. طيب عملت ايه؟ الجمبري هنا كده تمام وزي الفل، حطيت له التومه، اتشوحوا مع بعض. انا عندي استعداد ان انا اكل الجمبري بالشكل ده من غير اي حاجه تاني، من غير اي حاجه ولا اي اضافات، ومن غير ملح، بيبقى جوسي كده وفي منتهى الجمال. هنزل عليه بشويه من الجزر، حبه كمون، شويه من الملح، وكده خلاص. عايزه تحطي له معلقه صلصه ماشي، عايزه تحطي له حبه فلفل حامي ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي، هاخد من هنا حبه عشان انا عايزه اطعمه زياده بصراحه من المنظر ده، هاخد سنه ليمون. رغده ممكن معلقه صلصه؟ شكرا. بصوا كده بالشكل ده، وهبدا ان انا اخد من مرقه الجمبري اللي احنا عملناها، اللي انا سقيت منها الرز في الفاصل، هروح عامله كده واسيبه يستوي شويه، عشان وهجيب معلقه الصلصه دلوقتي واحطها معاه عشان يبقى عندي
جمبري بصوص كده تقيل، يبدا ان هو نحطه على الرز هيبقى في منتهى الجمال كده. جمبري الرز تمام، الرز عندي تمام، حاطه زيت على النار علشان نشوف هنتبل ايه النهارده. والجمبري اللي احنا صفيناه وخدنا منه المرقه اهو. طيب عندي ايه بقى دلوقتي؟ هنبدا ان احنا نتبل تتبيله السمك اللي احنا عايزينها، والعاديه خالص واللي بتنفع لاي سمك حضرتك هتعمليه. انا النهارده عندي ايه؟ عندي بولتي وعندي بربوني. البربوني النهارده مش اللي هو الصغير، لا انا جايبه الاكبر شويه، ما فيش اللي هو الصغير اللي انا بحبه دوت في السوق اللي هو بتبقى حاسه ان هو عامل زي الجمبريه ده. طيب بصوا كده، هبدا اجمع التتبيله. عندي ايه يا رغده؟ عندي عصير ليمون، وعندي هنمشي طب بالمقادير. طيب ماشي، عندي ثوم مفروم، وعندي فلفل حامي مفروم، وعصير ليمون حطيته، وخل حطيته، عندي بهارات سمك، وعندي بابريكا، وعندي حبه كمون، وعندي ملح. وطبعا انا مكتره الكميه كده علشان الكميه دي لكميه السمك اللي عندنا بالشكل ده. واخلط ده كله كده مع بعض بالمنظر ده كده. دي كده تتبيله السمك، هقسمها على بولتين. ما عنديش بوله تانيه، ماشي هعمل كده. هعمل كده، بصوا انا هعمل ايه، هاخد البربوني كده واروح صب عليه التتبيله بالشكل ده. مش هبدا ان انا امسك سمكايه سمكايه اتبلها، طبعا مغسول وزي الفل ومتصفي. وبعد ما اتصفى رحنا حاطين عليه ايه؟ حاطين عليه عصير ليمون. واعمل كده، بالشكل كده اتبل معايا. ولما نيجي نغلف هنتاكد اتبل برضو ولا لا. طيب وعندي الناحيه الثانيه سمك بولتي، لما تيجي تشتغلي في المطبخ اشتغلي كله مره واحده علشان ما تغلبيش نفسك. عندي سمك بولتي، والسمك البولتي انا فاتحاه بالشكل ده، اسمى السمكايه 2 اهي بالطول، فالسمكايه هتديني قطعتين سمك. السمكايه هتديني قطعتين، يعني مثلا دول 6 سمكات هيطلعوا 12 سمكايه، وده سمك التوفير اللي انا بعمله وبيطلع معانا في منتهى الجمال. على حسب بقى حجم السمكايه اللي حضرتك عاملاه بيطلع معاكي زي الفل. بص انا بعمل ايه، بجيب دايما من تحت لفوق كده علشان كله يشرب. نفس النظام، اتغسل كويس، وبعد ما اتغسل عصرنا عليه ليمون وهو في المصفى عشان ينزل اي زفاره احنا حاسين بيها. كده بقى عندي السمك متبل سواء البولتي او البربون. طيب نيجي بقى للتغليف، اللي هي الطبقه اللي من بره اللي هنغلف بيها علشان نقلي السمك بتاعنا. عباره عن ايه؟ هي نزلت على الشاشه وكانت بتقول ان احنا معانا ايه يا رغده؟ معايا كميه من الدقيق، وهيتحط عليه كمون، هيتحط عليه زعفران بودر وملح. ما عنديش كزبره ناشفه، هاتيلي طب كزبره ناشفه، لا هاتيلي كزبره ناشفه. وحطيت ملح، وهنقلب ده كله كده مع بعض. طيب على ما يجيبوا لنا الكزبره الناشفه، انا حطيت ايه هنا؟ حطيت الصلصه، معلقتين الصلصه مع الجمبري، وهقلبه دلوقتي واشيله من على النار. ايه ده يا نونا، هو كده استوى؟ اه، لان الجمبري ما بياخدش سوى خالص، عايزاه يبقى جوسي كده وما يبقاش شادد، لان كل ما بتحطيه على النار كل ما بيصغر ويكش وكل ما بيشد معاكي بالشكل ده كده. تمام وزي الفل، نشيله نشيله. هو ايه ده؟ اه دي بودر السمك. ماشي تمام. والزيت عندنا مقدوح، الرز عندنا تمام، ونصبح على دعاء ونقول لها صباح الفل يا دودو. الو دعاء. الو صباح الفل يا دعاء. ازيك يا قمر؟ ازيك يا قلب القمر، عامله ايه؟
عامله ايه يا شيف نونه؟ الحمد لله يا ست الكل، انت عامله ايه؟ انا كويسه، انا بجد بشوفك يعني نفسي تتفتح كده عن الحياه اكتر. يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويريح بالك وينولك كل اللي في بالك واكتر، اللهم امين. والله العظيم بجد انا حاسه ان انت امي اصلا، يا بجد حبيبتي على بتعلم راسك، منك بوصفات كتير ده جدا شرف ليا والله العظيم، ما نحرمش منك ابدا. تسلميلي، قوليلي ليك اي بجد. طلبات؟ انت حلوه ولبسك حلو يسعد لي قلبك يا والميك رب. اب بتاعك حلو واكلك حلو كل حاجه حلوه. اهو بصي بقى، كل اللي انت قلتيه ده ما يجيش حاجه جنب جنب جمال عينيكي اللي شايفه كل حاجه حلوه كده. لا ده انا لابسه. ربنا يخليك يا شيف نونه، حبيبتي بجد انت قمر، انت الله ملكه يسعد لي قلبك المطبخ. يا حبيبتي، الله يبارك لي في عمرك يا رب، ما نحرمش منك ابدا ربنا يا رب يسلم ايديكي يا رب، ويخليكي لينا كده يا رب دايما. ويخليكي ليا ويديمك في حياتي يا رب، اللهم امين. ما نحرمش منك يا دعاء، يومك حلو زيك يا رب. الله يخليك، انت حبيبتي احلى والله، الله والله يبارك العظيم لي في انت عمرك احلى. حبيبتي، الله يسعد لي قلبك يا رب، ما طيب نحرمش منك. موريني ليك اي طلبات؟ قفلت؟ طيب نورتيني يا دودو. طيب بصوا يا شباب، انا محتاجه زعفران زياده تمام، ومحتاجه بوله كبيره علشان احط فيها ميه عشان اقلي بقى. بصوا بقى، بنتاكد ان احنا قلبنا السمك، قلبنا الدقيق مع الكمون مع الملح مع بودره الزعفران او البودره اللي هي اللون الاصفر بالشكل ده. ما عندكيش لون اصفر حطي كركم، بس مش بيدينا نفس النتيجه بتاعه اللون الاصفر. اللون الاصفر ده اللي هم بيعملوه بره، فبيديك السمكيه كده لونها مختلف غير الكركم. الكركم ممكن يدي لون اصفر بس ما بيبقاش زي اللي احنا عايزينه. طيب انا هعمل كده، بالشكل ده بولة كبيرة يا شباب. بسم الله، هنا نبدأ نقلي البربوني. وبصوا انا هاخد منين؟ هاخد من اللي تحت اللي هو اللي انا عارفة ان هو ايه، متشرب كويس من التتبيلة كده. انا كده كده اصلا ايه، متبلة الدقيق، فالتتبيلة بتاعت الدقيق هتحيق لي السمكية. يلا نعمل كده، بصوا في الزعفران ما بتقلبش كويس ازاي. يلا يا شباب، عايزين بولة المنظر ده، بنقلب كده وهوريكم دلوقتي هنقلي ازاي. شكرا يا ميرنا. بصوا انا عملت ايه دلوقتي، الزعفران او البودرة الاصل اللون الاصفر اللي ميرنا جابتها لي انا حطيتها في بولة كده وهحط عليها مية. بالشكل ده تمام. تمام، الزيت عندي على النار تمام جدا. طيب هعمل كده 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 بالشكل ده، شايفين؟ وهاخد البولة دي هنا كده واروح نازلة كده، مش مشكلة. اسقط وما شيلش ولا حرك، ثانيه واحده ثانيه واحده، اسقط وما اقلبش. ليه؟ علشان لو قلبت هيبدا ان هو يعمل ايه، الطبقه بتاعته اللي على الوش تتشال ويشرب زيت، وانا مش عايزه كل ده يحصل معايا. هوريكم دلوقتي سمكيه لون وشكل، الله اكبر. تعالوا اوريكم اللي اتقلى وهيطلع معانا هوا. السمك ما بياخدش وقت طبعا. بدات اقلب امتى واحرك امتى، او ان انا هبدا ان انا اصلا ابص عليه امتى؟ لما الاقي كده، شايفين؟ شايفين الحروف بدات نفسها تدي تحميره ولون ازاي؟ الله هو اكبر، وقرمشه ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين اللون؟ نبدا ان احنا نعمل كده. يلا يا جيمي، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ لوحه فنيه يا ناس، وقرمشه ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟
حاجة كده زي كتاب مائي، ويمكن أحلى كمان من كتاب مائي. يلا أهو نعمل كده، وما تخافيش وخلي عندي الجرأة وانت شغالة. وما تكتليش على الطاسة، يعني انا بص حطيت 5 وحدات على قد الطاسة وبس، مش عايزة اكتر من كده. مش المهم ان انا اخلص بسرعة، لا المهم ان الحاجة بتاعتي تطلع مظبوطة. طيب جيمي عايز يطلع فاصل، تعالى نطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ هبدأ ان انا اغلف البولتي في نفس التتبيلة وعندي بنفس المية، وهحط وك زيت تاني عشان نقلي البولتي ونقلي المرجان، نقلي البربوني والرز هنا الله اكبر عليه. بصوا المنظر بتاعه يا جيمي، يعتبر خلاص كده فاضل له تكايه بسيطه قوي، يعني ممكن على ما ترجعوا من الفاصل يكون استوى. وعندي ايه تاني؟ عندي بودره الجمبري اهي، الشباب طحنوها جوه، ولما ترجعوا لي نبدا ان احنا نشوف هنعمل ايه. عندنا لسه شوربه جمبري، وهنشوف شكل السمك بتاعنا لما يطلع هيبقى عامل ازاي. شويه صغيرين وراجعين مع نونا والبلدي يوكا، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، الرز بتاعنا انا دقته في الفاصل لقيت ان هو فاضل له تكايه بسيطه قوي، ماشي، فرجعته على النار تاني وهغطيه بس مفلفل وتطعمته ما شاء الله عليه. البربوني بتاعنا الله هو اكبر زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده تفتح النفس. بدانا ان احنا بنفس التتبيله بتاعه السمك وبنفس التغليف، رحت واخده البولتي التوفير اللي هو من ممكن سمكتين توكلي 4 أنفار، من سمكتين توكلي 4 أفراد، بنفس التغليفة نزلناها في الدقيق. الدقيق ده كان معمول عليه ايه؟ كان محطوط عليه كمون، ومحطوط عليه ملح وكزبرة ناشفة، ومحطوط عليه لون زعفران بودر. وبناخده من التغليفة نبدأ ان احنا نحطه في خليط المية. خليط المية لوحده؟ لا، خليط المية محطوط كمان فيه شوية بودر زعفران باللون الاصفر ده. بنبدا ان احنا ناخد السمكيه وهي متغلفه بالدقيق ومتحيقه وتمام وزي الفل، نروح منزلينها في الميه مطلعينها هوب على الزيت وما نحركهاش. حركتي التتبيله فكت او التغليف فك، حركتي شربت زيت. اوعي تعملي حاجه زي كده، اهو موجود اهو على النار، بصوا عامل زي حته البنين، بصوا المنظر. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما بداتش اقلب واحرك الا امتى؟ الا لما بدات ان هو اشوف ان هو ماسك نفسه بالشكل ده كده. طيب حاطه الناحيه دي ايه على بقيه سمكه البربوني تتقلي معانا؟ هي اخر واحده بس خليها، انا عايزاها محرمشه شويه. والسمك البولتي بيتقلي والرز معانا على النار والجمبري تمام وزي الفل. نيجي هنا بقى لحبه الملوخيه. حبه الملوخيه اللي احنا عملناها هنعملهم النهارده هنعملهم برده بالجمبري، بس حاطين لهم ايه؟ واخدين مرقه من مرقه الجمبري اللي احنا خدناها من راس الجمبري والقشر بتاعه، وادي بودر الجمبري. بودر الجمبري ده كان عباره عن ايه يا نونا؟ بودر الجمبري ده كان عباره عن قشر زي كده، القشر اللي هو بتاع الجمبري، سواء بقى ني سواء هتعملي منه الشوربه وبعد كده تاخديه تصفيه وتحطيه في صاج بالشكل ده كده وتحطيه في الفرن، وكل شويه تقلبيه لحد ما يبدا ان هو يتحمص، بعد كده بنضربه في الكبه او المطحنه يطلع بالشكل ده. طيب عندي شوربه الجمبري بتغلي على النار اللي هي المرقه اللي احنا خدناها اصلا من قشر الجمبري في الاول، هروح واخده معلقه كده من دي، ناخد حبه كمان. نونا، هو قشر الجمبري ده اللي انت محمصاه وعملتي منه بودر الجمبري لما يتحط في الشوربه هنبقى حاسين ان في قشر؟ هتبقى حاسه ان في قشر ازاي وهو مطحون ناعم؟ اطحنيه ناعم بودر، عشان كده قلنا بودر الجمبري. طيب حطيت كده وهبدا بقى ان انا اعمل الملوخيه عادي. هروح عامله كده معلقه الثوم
في الشكل ده كده، ادوق الحياء بتاعها واشوف هي محتاجه ملح ولا لا. بسم الله يا روحي يا روحي، بودره الجمبري عامله عظمه. وهي بتغلي كده اروح نازله بايه؟ بالملوخيه. عاملاها مخرطاها، جايباها كيس، اهم حاجه مقدار الشوربه يبقى قليل علشان ما تطلعش معاكي خفيفه، ما تطلعش معاكي خفيفه. انا عايزه فلفل احمر يا رغده. اهو لقيته. ممكن ناخد منه حته هنا وحته في الطش. فلفل احمر دوت حاجه كده الله اكبر. وبعد كده اروح نازله بالملوخيه، ولازم بنبدا ان الشوربه تكون قليله، ولما ننزل بالملوخيه لقينا ان هي تقيله ومحتاجين نخفها نخفها، لكن ما ينفعش ان انا احط شوربه كتير وارجع الاقي بعد كده الملوخيه خفيفه، هتقلها ازاي؟ هفضل بقى ادور وارطف واخرط؟ لا مفيش الكلام ده خالص. حبه الشوربه اللي احنا حطيناهم طالعين بالمقدار مظبوط بالشكل ده كده. اسيبها تاخد الغلوه ونطلع السمكيه البربوني بتاعتنا. اتحرمشت اتحرمشت اهي، بصوا لما اتحرمشت ما بقتش ذهبي زي التانيين. بص الشكل ما شاء الله، اللهم بارك. نشيل الزيت، ولا ممكن ان احنا نقلي فيه البورتريتين كمان بالشكل ده كده، واروح نازله على الزيت. نصبح على ادم ونقول له صباح الفل يا ادم. صباح الفل. صباح العسل يا حلويات، عامل ايه؟ صباح الفل. صباح الجمال، عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب تكون بخير دايما. ايه؟ يا رب تكون بخير دايما. قولي. يا رب. بحبك قوي 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 قوي. وانا كمان بحبك قوي. انت في سنه كام قولي؟ انا في سنه سته. في سنه سته؟ في سنه واحده. اولى. سنه اولى. اولى ولا سته؟ سنه اولى. ما انا لسه كنت اقول ده من صوت سته ده. يا حبيبي ان شاء الله عقبال ما تبقى في الجامعه كده واشوفك احسن الناس ان شاء الله. انا بحبك قوي قوي قوي. وانا كمان قوي قوي قوي، ربنا يسعد لي قلبك يا رب. ده ايه الصباح الحلو ده؟ نورتني يا ادم. الله الله، السمكيه المقليه. بصوا المنظر عامل ازاي، ادي البربوني وادي الرز وادي الجمبري اللي هنحطه على الرز وعلى الملوخيه، وهنا الملوخيه بتاعتنا ماشيه تمام وزي الفل. ناقص ايه بقى؟ ناقص الطشه. الطشه اللي احنا هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها سمنه، وممكن تحط حبه زيت، بس انا هحط سمنه بصراحه عشان انا بحبها، عشان طشه الكزبره. ومعايا كزبره ومعايا توم ومعايا فلفل احمر ومعايا كمان ايه يا رغده؟ ومعايا ايه كمان؟ صحصحي معايا رغده، غرقت مش سامعاني؟ طيب ومعانا كمان في طشه الملوخيه بتاعتنا معايا بودر الجمبري. يبقى انا معايا سمنه، ماشي نعمل كده. لا تمام، طاسه عندي على النار هحط فيها معلقه من السمنه. عندي السمك بيتقلي، الملوخيه بتغلي وكده تمام وزي الفل، مش عايزه منها حاجه تاني، وهوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. ولا خفيفه ولا تقيله، قوامها بالنسبه لي كده تمام. نقلل الشوربه علشان تطلع لنا مظبوطه بالشكل ده كده. طيب يا شيخه ماشي، ادي معلقه من السمن، وعندي ثوم وعندي كزبره وعندي فلفل حامي، وعندي كمان بودر الجمبري. بودر الجمبري ده اللي هيدي الطشه والتطعيمه بتاعت الملوخيه اصلا حته تانيه خالص. طبعا لازم هنعمل شهقه، هو في ملوخيه من غير شهقه؟ ملوخيه يعني شهقه. عينيا، شايف السمك يا جيمي؟ شايف لونه عامل ازاي؟ الله هو اكبر. نفضي حوالينا كده حبه قشر السمك تاني، حبه قشر السمك، اوعي ترميه. قشر قشر الجمبري اوعي ترميه، لازم بتستفيدي بيه، بنعمل منه شوربه. نونا هي الشوربه ديت هنعمل فيها ايه؟ هنرميها. ده اسمه كلام؟
انا عودتكم على كده وانا علمتكم كده ان احنا نرمي شوربه ده كنز. ينفع ان احنا نرمي رزق ربنا كده؟ طب هنعمل فيها ايه؟ عندك حاجه من الاثنين، يا هتعمليها دلوقتي واحنا بنقدم وهتحطيها في كوبايات عشان يشربوها كده. طيب نونا انا مش عايزه اعملها كده وعايزه اشيلها عشان اما اجي اعمل اكله سمك تانية وما اكونش عامله جمبري ولا عندي قشر جمبري ولا الكلام ده كله، استفاد بالمرقه. اعمل ايه؟ زي ما بتشيلي اي مرقه بس اكتبي عليها، يعني اعملي كيس واكتبي عليه كده مرقه جمبري وهحطها في كيس تاني عشان الورقه ما تبصش، وشيليها عندك في الفريزر. عندك سمك تبقي فاكره ان انت شايله مرقه جمبري في الفريزر، تطلعيها وتعملي بيها ملوخيه، تعملي بيها اللي انت عايزاه، هتطلع معاكي زي الفل. بصوا يا اولاد السمكيه، الله اكبر اللهم بارك. حد يصدق ان دي نص سمكيه؟ مفيش الكلام ده. بصوا المنظر، شايفين؟ بضحك على العيال. محمود بيقول لي تضحكي على العيال. طب انا هقول لك على حاجه، لما بتقعد كده في البيت ومراتك بتعمل سمك، ثانيه واحده يا جيمي عشان نعمل الطش، سواء انت اللي بتفصص سواء هي اللي بتفصص لك، مسكت السمكيه خصوصا لو عندك ولاد وكده ما شاء الله ربنا يخلي عمر، ومسك السمكيه وفصص او مامته فصصت له السمكيه وعامله حسابه في سمكيه، كان نص سمكيه صحتين وعافيه عليك، ما الباقي هيترمي، صح ولا مش صح؟ لكن انا لما اقسم نص السمكيه كده السفره هتبقى مليانه، كل واحد خلص النص بتاعه صحتين وعافيه على قلبهم ياخدوا النص التاني. لكن لما يفتحوا سمكيه هيرجع مثلا اخوه معاه، لا انا مش هاكل سمكيه مفتوحه، صح ولا فلا؟ لما يجي من الشغل، لا ده انا سايبه لك اهو سمكيه كامله، صح ولا مش صح؟ لا احنا الامهات جبارين، محدش يقدر يقف قصادنا. بص كده يا جيمي، نزلت بالكزبره على التومه والفلفل الحامي اهو بالشكل ده كده، ناقص ايه معانا؟ ناقص بودره الجمبري اللي هناخد منها حبه كده. في راس جمبري هنا ما اتضربتش، ماشي يا احمد؟ لا مش دلوقتي، حبه من بودره الجمبري كده. ويلا يا جيمي، يلا بينا، يلا بينا. ما عشان انا عارفه اكلاني ما رضيتش ارميها في الحله. بص المنظر، الله اكبر علينا، حاجه كده عظمه. يبقى عملنا بربوني وعملنا بولتي مقلي اللي هو بولتي التوفير، وعملنا حبه رز، وعملنا كمان مرقه جمبري، وعملنا جمبري دلوقتي هيتحط مع الملوخيه ساعه التقديم. ما تحطهوش وهي بتغلي او ما تحطهوش وانت لسه بتسوي فيها، احنا سويناه تمام وزي الفل، هنيجي نحطها في البولات بتاعتها او في الاطباق بتاعت التقديم. ابدا اخد من الجمبري ده واحط على الوش كده، او ان انا احط معاها مع كل بوله كام واحده. والرز بتاعنا لما نيجي نبدا ان احنا نغرفه في قوالب، وهنبدا برده ننزل بقى الجمبري بالصوص بتاعه ينزل كده، حبه اكل اوعى. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.